لا نعجب عندما نسمع الصديق وهو أثقل هذه الأمة وهو أرفع هذه الأمة مكانة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول عند موته: ليتني شعرة في صدر مؤمن. وعمر بن الخطاب وهو المبشر بالجنة وهو ثاني أفضل رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليتني أخرج منها كفافا، لا لي ولا علي ولا علي. هذا الكلام الذي صدر منهم، قد يقول بعض الناس هذا تواضع، وهذا ليس بتواضع فيما يظهر لي والله أعلم، إنما هو توصيف حقيقي لما علموه من حق ربهم وعظيم قدره جل في علاه. وضعف الإنسان مهما بلغ في البذل والإقبال عن أن يبلغ حق الله عز وجل. ولهذا تجد مثل هذه الكلمات تصدر عن هؤلاء الأئمة في مثل هذه المواقف، فهي تبين ما بلغوه من العلم بالله والعلم بأنفسهم.